تحية سوى موادكم منبع ماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول في وقف خسارة عند مستويات ال 94 جنيه. المفروض وقف الخسارة بتاعنا كان عند هذه المستويات ونقلناه هنا اللي كانت عند مستويات ال 91 جنيه وخش قرش، ولكن انا هنقل وقف الخسارة بالنسبة لي في الوقت الحالي هنا عند مستويات ال 94 جنيه، وهنا في بياع موجود نحذر من المنطقة دي لعند مستويات ال 101 ونص، وده أول تحدي بالنسبة لنا على السهم. لو قلنا السهم المفروض ان انا هقفل الاضلاع بتاعتي، المفروض ان انا هاخد مستويات ال 100 فيبو، المفروض ان السهم يروح بيا لحد مستويات ال 103، ولكن ما ننساش ان احنا هنا منطقه مهمه جدا جدا، المنطقه اللي عند مستويات ال 101 لحد مستويات ال 98، ودي منطقه ضغط بيعيه قويه جدا. اعتقد في حاله اكتياز او قوه سنستمر في الاتجاه الصاعد، ولكن لو لقينا اي ملامح ضعف فيه اعتقد هتكون فرصه ان احنا نجني ارباحنا من منطقه ال 101.5 او 101.50 قرش. تظل نظرتنا ايجابيه زي ما قلنا طالما مستقرين فوق منطقه وقف الخساره بالنسبه لنا، اللي انا عايز ارفعها كمان شويه واخليها عند مستويات ال 94 جنيه و70 قرش. وبالتوفيق.